عايزه يلعب الكره العاليه، ولكن هايل في التغطيه اسلام عبد النعيم. راسيه من امام عاشور، محاوله عند الونش براسه، نزلت المحاوله عند سيف، يهيئ الكره وهنا المحاوله لسيف وهنا السقوط، وامين عمر بيقول العب ما فيهاش اي حاجه. ترجع مره ثانيه شوف الفار امين عمر في اللقطه الماضيه اللي سقط فيها سيف الدين للزيري. حكمنا عمر هيقول ايه بقى الكابتن امين عمر في اللقطات اللي عماله بتتعادله من محمد عبد الجواد التدخل وبعد كده من خالد قمر والسقوط من سيف الدين. القرار يا امين، امين هيقول ايه؟ امين بيقول بعد الفار ركله جزاء لمصلحه الزمالك، ركله جزاء لمصلحه الزمالك من ركله جزاء مبكره في الدقيقه 6. زيزو في مواجهه عماد، هنشوف زيزو وعماد الى ان يطلق الصافره امين عمر. وركلة الجزاء وزيزو وعماد وزيزو وعماد وزيزو من بدر الملك يتقدم، من بدر الزمالك يتقدم، الزمالك يتقدم بالهدف الأول، الجون الأول عن طريق زيزو في الدقيقة 6. تشتعل مدرجات خالد بشارة، أحمد السيد مصطفى عزو هو اللي يسجل الهدف الأول لنادي الزمالك من علامة الجزاء على يمين عماد السيد، هو الهدف الأول. واسمع واسمع اسمع إلى صخب مدرجات الزمالك، اسمع. للأمام لكن تتقطع، ضغط من سيف الدين للزيري ومحمد نجيب، فيها خطورة فيها خطورة فيها خطورة فيها خطورة، أنقذها من على الخط، رجعت لزيزو، الزمالك يسجل الثاني يخطف الثاني، الزمالك يعاقب الجون. سيف ضغط طلعها المدافع ولكن لا تعلم من اين ساتت، خد الكرة وعدى وسدد وحطها لب حلوة طلعها محمد عبد الجواد، ولكن الحل عند زيزو من تحت اقدام عبد الجواد ومن تحت اقدام عماد، الزمالك يسجل الهدف الثاني 2-0 2-0. احمد السيد زيزو هو اللي يسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي الزمالك. يا ولد عدت من تحت رجليهم هم. سيد عبد الله يلعب عند احمد السيد زيزو، استلم لعب لأماما لبينية حلوة من أوباما للسيد عبد الله اللي بيراوغ وبيعدي وبيعدي ويدخل جوه المنطقة، سيد عبد الله عرضية لسيف الجزيري يخطف الثالث للزمالك، يخطف الثالث للزمالك، عرضية من سيف وعرضية من عرضية من سيد عبد الله. سيف يقول للفار الغيها لكن أنا موجود، أنا موجود. سيف الدين للزيري يسجل الهدف الثالث لتشرق تشرق شمس تونس في الجونة بعرضية من سيد عبد الله. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، وهنا التسديدة على يمين عماد السيد والهدف الثالث ليقترب الدوري من 100 عقبة، ليقترب الدوري من 100 عقبة. لسه 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 على الدوري في 100 عقبة، ليقترب الدوري من 100 عقبة. هدف ثالث لتأمين المباراة في النقل عند زيزو في أقصى الطرف الأيسر، زيزو مع الكورة يسلمها في وسط الملعب عند رؤى من جديد لشيكابالا اللي يمشي الكرة سريعة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، إمام عاشور بأربعة، إمام عاشور بأربعة، إمام عاشور بأربعة، زمالك الفن والهندسة، زمالك الفن والهندسة، 4-0 للزمالك، إمام عاشور يسجل الرابع، 4-0 للزمالك، والدوري قرب من 100 عقبة. ادي تمريرة روعة شيكابالا يا ولد لإمام اللي سبق وخطف وسجل الهدف الرابع، هدف رابع في الدقيقة 81، الزمالك 4، الجونة لا شيء. يا سلام يا سلام يا سلام، ادي الكرة وادي إمام عاشور اللي بيسجل الهدف الرابع، ومن بين الزمالك في ملحمة فنية رائعة لمدرسة الفن والهندسة هنا في مهرجان الفن والهندسة، مهرجان الزمالك على أرض الجونة 4-0. الزمالك يؤمن طريق الصدارة إلى النقطة رقم 69، ويتبقى له 5 مباريات
ويقترب من الدوري وبينية حلوة لإسلام يا ولد. إسلام يا ولد يسجل الهدف الأول للجونة ببينية حلوة من جوة منطقة الجزاء، وإسلام عبد النعيم يسجل الهدف الأول لمصلحة الجونة عطفا على أدائه هو أفضل لاعب. هدف أول من نصيب الجونة يا ولد يا إسلام يا عبد النعيم في ظل غفلة من دفاع نادي الزمالك. شوف عمرو السعداوي ليه إسلام اللي سددها قوية علت من فوق راس عواد وبقى الهدف الأول 4-1.